85% من طلبة مصر هيزيدوا في الوزن، و15% هيقلوا في الوزن، محدش هيفضل على نفس وزنه بعد نهاية الامتحانات. ودي فعلا اللي بشوفها في حقيقة، ده اللي بشوفها دايما في حياتي، إن الولاد بتبتدي القصة من موسم الامتحانات اللي بتعدي فيه. عادة بتبقى الامتحانات دي نقطة فاصلة في حياتهم، في علاقة طبعا قوية جدا ما بين التوتر وما بين تغيير الوزن لسبب بسيط جدا. لو اتكلمنا على هرمون التوتر اللي كلنا عارفينه، اللي هو الكورتيزول اللي بيفرز من الغدة الفوق كلوية في الجسم، هو للأسف كمان بيفرز من الدهون الحشوية. ودي كانت معلومة جديدة عننا، إن الدهون اللي في البطن دي كنا فاكرينها اللي هي خلايا غير فعالة، ما بتفرزش حاجة، هي مجرد بس بتخزن دهون. اكتشفنا إن من ضمن الحاجات اللي بتفرزها هو هرمون التوتر.